حسين السعير. الدخان طالع من شوف 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 خارج بزاف. دنا مشيتي قناه شفتي كما كتبوا معنا هذا يمكن حريق في احد المنازل المهجوره بمنطقه درب عمر بالضبط شارع حسن الصغير. شوفوا معنا شحال ديال الدخان طالع. شوف 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 مو من اللور ديالو كاين واحد البوست ديال الضوء. يعني حنا وقفنا في اللحظات الاولى من الحريق. يعني شوفوا معنا راه الدخان طالع حسن من هاد الجهه هادي، ولكن هاد الجهه هادي خارج منها بزاف. كما كتشوفوا معنا نسال الله السلامه، كنتمنوا ما تكونش شي حاجه اللي خايبه. الدخان مصاعد بواحد الكمية كبيرة. نتوما شوفو معانا غير ما كاين الضو ما واضحش بزاف. وهذا منزل مهجور يتواجد في شارع حسن الصغير منطقة درب عمر. يعني مرة مرة داكشي كيتجهد. شونس شونس